السلام عليكم. شاومي الصينية تستعد لإطلاق الجهاز الفلاكشيب بترسانتها، واحد من أنجح أجهزتها خلال السنتين اللي فاتت. هذا الجهاز هو الندوة الغريم المستعدة بشاومي حتى تقاتل الكاسر الأقوى بعالم الأندرويد، وعن الجالكسي S20. فهل يستطيع المحارب الصيني إيقاف الكوريين أم أن لسامسونج الجولة؟ مرحبا وياكم حسن من قناة تيك تايم، وأهلا بكم في فيديو اليوم عن آخر تسريبات جهاز شاومي المنتظر الميتين برو. وإذا تردون الصدق إذا نزل هذا الجهاز بهاي المواصفات المتسربة، فسامسونج والأس مالتها مو في خطر واحد، لا أصدقائي، خطر من كل الاتجاهات. ظلوا وياي. من المتوقع بحسب آخر الأخبار أن الميتين برو راح يكون بنفس اللغة التصميمية للمي ميكس ألفا، وهذا اللي هو أجمل جهاز بالعالم برأيي. لكن بدل ما الظهر يكون شاشة، الظهر راح يكون زجاجي وبشريط معدني على طول الجهاز يحوي الكاميرات الأربعة أو الخمسة لهذا التليفون. وهاي التسريبات لا تزال صامدة لحد الآن بدون تغيير، وأتمنى تبقى، لأن بهذا التصميم الجهاز راح يكون واحد من أجمل التصاميم لهاي السنة. وأخيرا شركة قوية تطلع من تصميم بيوت الكاميرات المربعة والمستطيلة والدائرية القبيحة جدا برأيي. حسب التسريبات الجديدة، الشاشة هي عيب الميتين برو برأيي ومركز ضعفه الأساسي، لأن فقط بدقة الفول اتش دي ومن نوع LCD ومقاس 6.4 بالعشرة انش، وهذا مخيب جدا للأمل، لأن هيك مواصفات يحتاج شاشة مو أقل من 6.5 انش وأمولد. وأيضا هاي الأخبار تعنينا أنه أي بصمة تحت الشاشة ما عندنا، لأن الشاشة LCD ولهذا البصمة راح تكون جانبية على الأغلب، وهاي الحركة شفناها هواية من شاومي، وما عندنا أي معلومة عن النوتش تبقى أم تستعمل شاومي ماطور مثل K30، لأنه بحسب نائب رئيس شاومي انه كاميراتهم تحت الشاشة ما وصلت لمرحلة مناسبة بالجودة لدخول الخدمة، وهاي خيبة الامل الثانية بهذا التليفون، لان اول الاخبار قالت انه المي راح يكون اول جهاز بالعالم بكاميرا تحت الشاشة، لكن مع الاسف لازم ننتظر بعد وقت اكثر حتى تنضج هاي التقنية، لكن شاومي راح تعوضنا بالكاميرات، شوفوا شلون. ما تسرب اليوم هو صورة عن صفحة الأباوت أو عن الهاتف من خانة الضبط في الجهاز. المفترض هذا الجهاز يكون الميتين برو، وإذا صحت هاي الصورة بعد عمكم الجهاز راح يصير يموت، شوفوا انتوا وحكموا. الرام 16 جيجا والذاكرة 512 UFS 3.0 والمعالج من كوالكوم سناب دراجون 865 ويدعم أيضا 5G، يعني هيك مواصفات إذا أجتك بتليفون بسعره 450-500 دولار شن نريد احنا بعد؟ لا، ولهنا أنا والمواصفات ما خلصت، وصبروا لي بعد القادم أقوى. تم تأكيد معلومات البطارية من عدة مصادر، وأنه هي راح تكون بسعة 5250 ملي أمبير، وفوقها شحن سلكي سريع عند 65 واط، يعني هاي البطارية من 0 للـ100 شحن خلال 35 دقيقة فقط لا غير. إيه مثل ما سمعتوا، 35 دقيقة وبس. وإذا ما كفاكم هذا، أخذ ويا شحن لاسلكي سريع بقدرة 27 واط، وشحن عكسي هو الأسرع بقدرة 15 واط، شيء ما تلقاه بس يم شاومي الصينية. آخر الأخبار جت من سامسونج نفسها، شريك شاومي بإنتاج متحسس 108 ميجا بيكسل اللي استعملته شاومي أول مرة بالمينوتين، اللي صار واحد من أفضل 3 تليفونات بالعالم بمجال التصوير، ونفس المتحسس راح يشتغل بالميتين برو ويا 4 كاميرات إضافية. ما عندنا أي معلومة عنه لحد الآن، لكن أتوقع ترتيب مشابه للخلطة مال المي نوتين، يعني راح يصير عندنا 2 تليفوتو والترا وايد وماكرو، لأن هاي الخلطة نجحت من شان المعالج متوسط. تخيل النتائج مال الكاميرات لما المعالج ماتك حديدي ويوصل دعمه للميتين ميجا بيكسل بالكاميرات، والإبداع بمجال التصوير وإمكانياته. شوفوا شاومي مش راح تقدم لنا هاي السنة.
أختم وياكم أصدقائي، شاومي داخلة بسباق محموم ويا سامسونج وإمبراطورها وتحاول أن تنافسها بكل مكان، صح تتعاون وياها لكن المنافسة والحصة السوقية شيء ثاني، وشاومي قربت موعد إطلاق جهازها أكثر من 10 أيام، ومن المتوقع أنه راح ينطلق يوم 7/2 حسب آخر الأخبار، يعني قبل إطلاق إمبراطور سامسونج S20 بأربعة أيام. هل هذا راح يكون له تأثير على الجالكسي؟ قادم الأيام بس يكشف أن هذا الشيء. هذا كان كل ما عدنا لهذا اليوم، وأشوفكم بالفيديو الجاي. لا تنسونا من اللايك والاشتراك، وفي أمان الله.